قلت لك الجامع هذا في لاباز تاعو ما عرفوش الشرق غرب وين جاي. ما تقوليش والله الجامع هذا مقلوب. كيف مقلوب؟ عندنا بيت وضو جايه من جهه تحتانيه. لا لا القبله ما تقوليش القبله كيما. لا لا قبله سواسوا. وفاش مقلوب؟ واشني شغل الجامع ضاير؟ عندنا بيت وضو جاي من جهه الشرقيه مديرينها من جهه الشمال. والله لكن ماني قلت يا ابي هذه كي بداو ما شافوهاش شرق غرب شمال جنوب. كي جيت انا وريتها لهم قال لك صافيك شغل اضرب بالنحو واسكت. طلعوا الدروج باش يشوفوا الخدمه كيفاش راهي مخدومه. شو خدمه قلت انت يا معلون؟ هذه خدمه تشوفوها في الجنوب. هذه هنايا كانوا يحيدوا الصومعه. صومعه ها يعطيك الصحه. كانوا يحيدوا الصومعه اها يبقى كي صابوا البلوم مقلوب. ايه مقلوب صافي حبست هنا. يعني دوك انا راني طالع دروج ونلقى حيط. يعطيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موافين نحكو على السكنات على البروبلم سوسيال اكسيتيرا. الآن حكاية واحدة أخرى قادتنا طريقنا إلى هنا. أنا في العفرون. إيماجيني هذا المسجد هذا من التسعينات مازال ما فراش. يعني هذا من التسعين وشحال رانا 2023 وهو لجنة مور لجنة وما فراش. الناس راهي تبوزي دي كيسيون بلوس دي ديتاي. تبعوا هذه القصه الغريبه. 40 سنه اخويا وما تخدمش. اسمح لي بالك الارضيه عيانه ولا لا؟ لا ماشي سوء تسيير الارضيه. سوء تسيير 40 سنه وما 40 سنه. 40 سنه بزاف خويا ابي. وين رايحين بيها؟ ما كاينش ليه هذا رايحين الجامع هذا وجاي في وسط المدينه. هذا موقع كبير. هذا خويا ابي راه نعم اكبر مسجد في الولايات المتحده. 12000 مصلي. 12000 مصلي هذا راه راه في الولايه ديال بليده ديال 12000. صح هو كبير. سمحوا لي دقيقه كاميرا واحد تشوف. سمحونا شوفوا كيما راكم تشوفوا من التسعين هو الحاله تاعو كيما راهو هكا. يعني مثلا هذه بداوها في 2015 كي داروا 2015 لجنه جديده جات في 2014. سيدي الامام اونفا راك بنت سيد الامام. احنا نخدموا حاجه مليحه لصالح كيما نقولوا. هذه انا نديروا حاجه لربي سبحانه وللناس. وهذه بيت ربي سبحانه وتعالى معطله. حبينا احنا تحرك دوكا مام حتى بيت ربي وتعطلت. من التسعينات وهي معطله هكذا. جات في 2012 كان ما كانش هذه كانت وحده طاحت زادوا رجعوها. الحاج واش الحاجه اللي خلات الجامعة هذا ما تخدمش؟ كاين عراقيل ربما كاين عراقيل. سوء التسيير. سوء تجي لجنه مو لجنه. ديما يجوا لجنه. ديما يجي لجنه باسكو انا بديت لهم هنايا. هذا 9 سنين فيه. اسمح لي شو الارضيه هذه؟ كانت لاباس بها قال لك البيضون عيان ومانيش عارف. باسكو الضاله هذه طاحت لهم. وجيت لهم هنا وعلمتهم بلي الضاله هذه حطيها لكم. كانوا اللجنه الاولى. قال لك انت خرجت من هنايا ما كتبكش ربي. معليش انا قال لك ما كتبكش ربي ما ديناش شغل بلبله. قلت له هذا بيت ربي تاعنا كاع. شنو بلبله؟ شنو راح ندير لهم مشاكل؟ واش المشاكل؟ من 90 ما تعرفش واش المشكل؟ كي شغل راح نزيد نعرق لهم؟ شغل راح نزيد نطول لهم؟ وهذه حاجه تاع بيت ربي هذه تاعي تاعنا كاع. اللجنه الاولى اللي قعدت هنا كانت في 25 سنه شدوا فيها من قوه وشطقوها. صح 25 سنه هما خدموا الجامع ما كاين والو. ابي ما اللجنه واش كانت دير كيما دارت في الجامع؟ ابي جات كي طاحت الضاله شغل فضحتهم. الضاله هي كي طاحت فضحتهم. ومن بعد اللجنه هذيك راحت جات لجنه جديده. جات لجنه واحده اخرى من 2014 ليومنا هذا بداو يخدموا في هذا البروجي لهنا. جيبوا غير البيطون مانعين المطوعين. المطوعين كيجيو يطوعوا. ابي خويا المطوعين كيجيو يطوعوا ما يخلوهمش يخدموا. حاولوا يخدموا غير هما وكلش في السفري. انا دخلت معاهم عضو جديد في اللجنه. داروني عضو جديد في اللجنه. بون الفوط التالي كان ماهوش نزيه. شغل جابوا الثاني احنا ولاد الحي لهنا اللي صوتوا على يفوتوا على اللجنه خرجوا راحوا. وهما شكون
ارشيتيكت وماسون ومانيفريه تاعهم اللي يخدموا لهنا جابوا ناس من موزايا جاوا براويه جاوا يفوتوا خويا ابي جاوا يفوتوا عليهم اسمح لي ابي خليني نكمل جاوا اختي خدموا لهم ومن بعد الفوت فات ماهوش جا واحد من الطرف ما كان غياب الامام المسجد اللي هو المدير غياب المحضر القضائي ما كانش الفوت كان كاع مهوسي دير له 80 سنت اعطي له هذا 70 سنت اعطي له ومن بعد شاف الدايره نشكروا على كل حاجه شاف الدايره وقف خويا وقف كي رحنا ليه قلنا انا هذه اللجنه مانيش مستعرف بها باسكو ما كان محضر قضائي ما كان واسمه الامام تاع المسجد وزيد فاتت كشغل ماهيش سوا سوا. نسى ونسى ونسى. كي نعمر بالضروري تاع كارلات نولي نمشي تبدا سيكوسي كاع. جمع كاع سيكوسي. سيكوسي كاع. ما على بالك على بها. انا جاي اسمح لي دقيقه انا جايك ومن بعد الخطره كان عم ابراهيم الله يرحمه. الله يرحمه. يديروا في الاشحاق الكوك يديروها شغل يخلطوا البغلي وحده ويديروا شغل لا بوان بدات تشبرك بدات تنحل الحاله عندي جاية اه دوكا فهمت علاش اسمح لي اسمح لي نعاود لك الهدره النهار اللي جيت انا باش نوري لهم يا ودي قال لي روح ورينا ماشي هكاك حاوزوني ودابس انا ويا مناري هذا اللي راهو صاري من 90 ما بني على باطل راهو باطل يعني ما خدموهش بيان ولا اسك بالك لي زوتوريتي راهم شايفين باللي دونجي راهو عليكم مش تقدر تقول شوف الاجله الاولى لما جيت انا في 2012 لقيتهم الاشغال تاع القبه هذه كلها اشغال قبه طلعوا حتى الفوق وبعدين طاحت عندما طاحت جات اللجنه الثانيه بعدها في 2014 كل جديد حفروا الحفره هذه من هذا كله جديد هذا الخدمه كلها جديده حتى الفوق حتى وراي حابس انا صح سيتيسي اللجنه الاولى كان عندهم سيتيسي ما عندهمش سيتيسي اللجنه الثانيه عندهم عندهم مع سيتيسي دوكا هادو على بالي عندهم الداله نهار اللي طاحت ديجا تاع سيتيسي ما كانش هنا وارشيتكت ما كانش هنا عندكم حاجه كي تبنى بلا سيتيسي وراي كاريكا باش مدروسه اللجنه مدروسه سيتيسي قدر الله يا اللجنه دوكا راني نحوس عليكم باش تعطوني حق رد باسكو بالحقكم تعطوني حق رد قدر الله تحبوا تمدوا حق الرب مرحبا بكم الباب راهي كيما نقولوا مفتوحه اخي الكريم اللجنه تقدر تعطي لهم الرقم الهاتف تاعي نعطي لهم ماذا بك اعطي لهم الرقم نعطي لهم الى خمسوا نعطي لهم باش ما بلا هما ثاني يعطوني حد يعطوني مين من 1990 من 1990 رانا زوج لجنات فيه 2023 معليش خاوتنا فريمون نقول لك حاجه الباساسيون تاع المارشي هذا نورمالمون باش نفوتوا لنا طول المقاوله طول الخدمه لازم نديروا ان نافي دافير دوف تكون فيها مناقصه ونشوفوا لو ميو دي زون طول الخدمه ولا ادريان طول الخدمه لازم يكون مؤهل ماشي نعيطوا لواحد هكذا نقول له اسمع فلان راح تخدم لنا البغلي وكذا هذه 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 ممنوع هذه البغلي هذا يعني عندكم ثم الانسان هو يصلي حتى تطيح عليه قبه سي غراف سي غراف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماهيش لعبه الا راهم حاطينها لعبه هذا اسم كبير عليهم بزاف انا ماني كيما نقولوا اللوم حتى واحد مي قدر الله او يا ناس هاد الشيء واعر كل حاجه فيها ليميت يضرب الربانيه واعره قدر الله او اذا رحت لهذاك الكوتيل انا خايفين منه سوا سوا خويا ابي جيتي سي موا بس تشكر وليلة علاه باسكو هم يخدموا وحدهم هما 12 واحد 12 عضو هذه كم عام؟ ثلاثة يخدموا كم سنة؟ 2014 هذه 2014 2014 وانا كنت تاع المالية او الامام على بالي تاع المالية مي اسمح لي تاع المالية بالورق بلي باسكو بالورق عندي هنا لا باس عندي هنا انا نخدم انا كنت في شركة كونتار معناتها نخدم خدمة تاع الشركة يعني قانونية وبالورق قانونية وفي كل شهر على قول في المسجد اش كاين اش كاين تراصابيليتي كلش تراصابيليتي كلش صح كلش بون انا ما تفاهمش معاهم على ما تفاهمش كانت قضية باسكو علاه يحسبوا الدراهم بالجمعة يربطوا الدراهم يحسبوهم عند اما بالجمعه يحسبوا الجماعه تعمل نشاط تاع لاشاط هي باش نخدم لاشاط تخدم بالطواوي بالبغلي والطواوي وباش كانوا يخدموها يخدمها بالبغلي وحده بالبغلي وحده البغلي والسيما يتشلق ها يتشلق ما دوش من 2004 حتى تقريبا 2011
عندك ديبلوم تاعك باش تخدم ولا كنت تخدم برا؟ كنت خدام غير هكا هكاك مالا كاع هكاك مالا هذا جامع غير هكا باش نتفاهموا باش نتفاهموا انا ما نكذبش على الناس شوف خالتي انا ما نكذبش على الناس وما نكذبش اسمح لي الحاج ما نكذبش على الشعب ما نكذبش مالا هذا الجامع الكبير اللي جاي في موزايا في عفرون جامع غير حق شوفوا خوتي صلوا عنبي عليه الصلاه والسلام انا هنا ما جيت اللوم حتى واحد وما مديت يد الاتهام لحتى الواحد الاتهام راه موجه لسوء التسيير اصفر وراه اسكاين الريكراك الله اعلم سوء تسيير باين كاين المهم انا هذا الجامع واش راني نشوف فيه جامع غير جامع مبني غير هذا متسعين وهو غير هذا وعلى السلطات التدخل هاي خدمتي شو خدمتي شهريا شوف يا زيد 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 انا فرانسيزون هذيك زيد زيد هذا افريل دير خدمتي فيهم كاع طريبيا يكفي لا يكفي